بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أنكر واحدا من الخمسة والعشرين بعد معرفته فقد كفر. بعد معرفته يعني بأنه نبي. والمدار في معرفته على التصديق. والمدار في معرفته على التصديق برسالته، ولا يلزم حفظ عددهم، وإنما هو بحيث لو سئل عن واحد منهم هل هو رسول أو لا لقال آمنت وصدقت برسالته. وحيث وجب الإيمان برسول الله عليهم الصلاة والسلام وجب الإيمان بما جاءوا به، ومن جملة ما جاءوا به الكتب والملائكة. يعني يلزم من الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. نعم. أن الرسول الفرق بينه وبين النبي عليه الكلام، يعني يختلف الرسول مع النبي في البلاغ. بعض قال الاثنين مشتركين في البلاغ، النبي على الأقل هيبلغ الناس النبي مع أنه يكره كله مكانه، أقل ما يبلغهم أنه هو نبي. ومشترك أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا المقصود به الكلام عن تبليغ الأحكام، تبليغ الأوامر. فيجب الإيمان بالملائكة أي بأنهم عباد مكرمون يسبحون. يعني طالما أنت هتؤمن بالرسل يجب عليك الإيمان بالكتب، وإذا آمنت بالكتب يجب عليك الإيمان بالملائكة. الملائكة هم الذين جاءوا إلى الرسل بالكتب. هذا المسألة متشابكة كده، ما ينفعش تؤمن بالرسل دون الكتب أو بالكتب دون الملائكة. في ثلاثة كانوا الرسول فيما أنزل إليه من ربه، والملائكة آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وملائكته وكتبه ورسله. الترتيب هنا من زي ما قال المعتزلة تفضيل الملائكة على الرسل، يعني معناه تفضيل الملائكة. لسه هتأتي مسألة التفضيل، ولكن معناه أن الملائكة جاءوا بهذه الكتب إلى مين؟ إلى الرسل. ولا بد يكون الترتيب كده، الملائكة الأول وبعد كده الكتب وبعد كده إيه؟ الرسل. يعني أوصلوا هذه الكتب
المنزلة من عند الله إلى الرسل. فيجب الإيمان بالملائكة أي بأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يصفون بفتورة ولا أنوثة، فمن نقص واحدا منهم كفر. ومن التنقيص لا يصفون بفتورة ولا بأنوثة، ولكن فرط أهل العلم في الوصفين، قالوا من وصفهم بالفتورة كفر، ومن وصفهم بالأنوثة كفر. يعني مثلا يوصف فيها نقص زائد منصوص عليها انه فعل الملائكه الذين القران الكريم نفى عنهم يوم الزينات، فيكون الكفر من جهه مش الكفوره من جهه تكذيب النص، لان النص قال فان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكة تسمية النص إذا ورد في نفي صفة الأنوثة، مع أنه يلزم من نفي الأنوثة نفي الكفر، فهم لا ذكور ولا ولا إناث، وليس في هذا رفع للقدم. ليس من شأنه مسألة فيها تضاد أو تناقض، إذا كان من شأنهم أن يوصفوا بذلك الوصف، يعني مثلا الإنسان لا نستطيع رفع الوصفين عنه، لا نستطيع رفع الفتورة والأنوثة، لأنه من شأنهم أن يوصف بأحد الوصفين، فلا يصح نفيهما معا، لا يقال ذكر ولا ذكر ولا أنثى. ولا يقال انه ذكر وايه يعني لا يصح جمعهما ولا يصح نفيهما، انما لان الانسان من شأنه، اما ما ليس من شأنه يصح رفع الوصفين، فنقول مثلا هذا الحال لا ذكر ولا انثى، هذا العبد لا ذكر ولا انثى لانه ليس من شأنه، كذلك الملائكة كذلك الإله ليس من شأنه أن يتصل بالذكورة أو بالإنوثة، لهم ذكور ولهم أناث، ولا يتوالدون ولا يتناسلون ولا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشربون. كيف إذا قال الشخص الملائكة هو خنثى؟ نعم؟ الملائكة هو خنثى، كيف إذا قال الشخص الكفار أو الشخص يعني اللي بيقول إناث يكفر، بيقول خنثى يلعن أشد من الكفر، يعني كفر وسفالة، دعنا وصف الذكورة لا يليق والأنوثة، فكيف يأتي الوصف الذكورة يعني مش مقبول مع الإنسان نفسه؟ قلة أدب. فمن نقص واحدا منهم كفر. ومن التنقيص قول العامة في حق أعوان الظلمة إنهم كزبانية جهنم. يعني إيه معنى التنقيص؟ يعني يذكر الملائكة في معرض لا يليق، يعني يعرض بهم، يعني واحد من أعوان الظلمة فيقول هذا الرجل مثلا من زبانية جهنم أو كزبانية جهنم، معناه جعل الزبانية مشتركين في الظلم مع هؤلاء الظلمة أو مع هؤلاء الفسق، فكأنه عرض بهم، يعني ذكرهم في شأن التعريض بمكانتهم، وهذا ذلك هذا جهل وتنقيص، وقصد معناه يفهم، إذا كان جاهلا لا يفهم معلم. وقولهم في حق رجل وقولهم في حق رجل عابس إنه كإسرائيل أو منكر ونكير، يعني شوف رجل كده عابس ومقطع بالوجه كده بيقول ده عزرائيل أو ده منكر ونكير، وهو يقول هذا الوصف لما يلقى في المساجد والمطبع من الصور
البشعة الفظيعة اللي تصور مين ملك الموت ومنكر ايه ملك الرجل معظوم رجل ايه العمل اللي يسمعها من مين فقاسة ومشكل في نفسه كده ايه صورة في غاية البشاعة والفظاعة مين على الملائكة فإذا رأى رجلا يعني فظيعا أو عابسا أو يعني رجلا كادحا يروح يوصف يقول يمثل واحد اثنين عباد المكرمون لا يسبقونه لا يسبقونه بالقول هم به فلا يجوز ذكره في هذا الليل لما لا يليق بس يجب قبل ان اعترض على الناس وان اسفههم يجب ان نعلمهم اولا يعني كده نلوم على الناس اولا التعليم والتذكير ان هؤلاء الملائكه من شأنهم ومن وصفهم ومن إجلالهم وإحترامهم أن نذكرهم بالأوصاف اللائقة التي تليق بمكانتهم الله تعالى يقول إن عليكم لحافظين كرام كاتبين ويقول تعالى في صحف المكرمة بأيدي السفر كرام برر أوصاف جميلة لا وصفهم الله تعالى بالعكوس ولا وصفهم بالغلظة إلا في حق مين أهل النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد تلمين ده من أهل مين عليها فالغلظة والشدة هذا ليس للمؤمنين عندنا ولمن وهذا الوصف ممكن الملك نفسه يكون في غاية الغلظة والرحمة وفي نفس الوقت في غاية الشدة والغلظة بس من جهتين جهة المؤمن رحيم ومن جهة الكافر شديد وجمع الله تعالى الوصفين للمؤمن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يعني ممكن أنت نفسك يكون فيك صفتان متضادتان الرحمة والشدة ولكن ما تكونش في على جهة واحدة على جهتين مختلفتين أذلة على المؤمنين أعزة على مين على الكافرين فلا يصح وصف الملائكة وكذلك الأنبياء كان زمان في أيام المولد النبوي في ناس كانت تمشي بسرعة كده ومعاهم الرقابة ومعاهم الآلات كده يلفوا كده عشان يعني يجمع يتكسروا كده معه فيقولوا إن شاء الله لا كان شعراء وكان محفظ الموالد ورزنج وكان كان علماء بالنسبة للأهل بس كان عظيم أشعار كده فيها خلوك تسمع حتى ولو كنت إيه دير ما عرفها أو ممكن خلوك تسمع كده مع جمال إيه مشاهد لكن لما ينقل السيرة النبوية ينقلون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق يعني يخليك تبكي على أنك تقع في حي الشفقة وترك يقول لك أنا كنت موجود في الزمن ده كان أنا آويت يعني يظهرون بمظهر الزهد والحاجة والفقر وإن عرض حليمة السعدية على جميع المراضع وأبيته يعني يظهرونك بمظهر يجعلك في حيز من يكون في الشفقة والرحمة والحزن لا في حيز من يعظم ويجل من كل رفع الغنم وسكرة الرضاع بهذه الطريقة فهذه يجب أن ينهى عنها القصاص والشعراء وإنما يذكرون جانب التعظيم وجانب الإله وليس جانب اللي فيه الحزن والشفقة والرحمة عليه وسلم هو سيد الكونين كثير الله بيضع فيها حتى ناس فضلاء يعني كثير مثلا واحد
يدخل على بيت جماعة من الزهر يشوفون كده رجل كأنه نزار من النبي، فبرضه هذه لا نحن هو ده نزار عشان تكون النبي يعني المفروض يعني نزار رجل صالح رجل من أهل لا يا باشا رجل من أهل العلم، لكن النبي زورك انت في الوقت المفروض يكون في يعني في إكرام لا نساوي أحدا بمنزلة النبي مهما كان. فكان واحد من مشايخنا رجل صالح كان أول مرة شفته شكله شكل صحابي مثلا يعني حسب الأوصاف كده أول ما يدخل يقولوا له الكلمة دي يغضب جدا وأحيانا يغضب كل مكان يمشي يقول مين أنا عشان يكون ده يشبهوني هذا بالنبي ظهر من رجل صالح رجل من أهل الخير رجل من أهل الولاية يقول شيء لا يضعون إلى أهل الإيمان أحدا مهما كان في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر من النبي معناها هذا الرجل في مكان مين ما صحش الكلام الثاني كذلك يقع فيه كثير من الناس الصالحين بس بنيعين بنيع ضيق ما صحش تقول مثلا زار سيدنا جبريل ولا في كريم ممكن يزور ان شاء الله سيدنا عمرو عشان يخلص عليك ده حيزور لا محل. ويجب الايمان تفصيلا بجبريل وميكائيل واسرافيل واسرائيل ورضوان ومالك ده بالنسبة للملائكة. لا في هنا مثلا سؤال ما وجه الحاجة إلى إرسال الرسل؟ يعني إرسال الرسل جائز يعني ليس واجبا وليس مستحيلا على فرض يعني أن الله تعالى لم يرسل الرسل. تصور كده مع إرسال الرسل العدد الكبير الهائل الذي قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من وإنزال الكتب والشرائع والموازين والحق والأحكام كل ده ومع ذلك العالم يموت في فساد وضياع وفي ظلمات بعض مع الرسل أرسلوا والكتب نزلت والقوانين والشرائع. أمال لو ما فيش رسل كان يبقى حالة العالم إيه؟ بس كان هذا الحال اللي احنا عايشين فيه مع ايه؟ ان الرسل ارسلوا والكتب نزلت وما زال القران يتلى والعلماء والتذكير والازهر وام القرى ام الامهات والشر ومع ذلك الحال اللي احنا فيه على فرض انه لم يرسل الرسل ماذا تقول يقول الله؟ تصور كده لذلك الحاجه ماسه وشديده الى ارسال الرسل لامرين. الأمر الأول هو إيه؟ الهيكل نفسك في الهيكل الإنسان اللي فيه تصرفات في الهيكل الجسدي يعني الحياة الدنيوية وأنت لك إيه؟ حياتين حياة دنيوية وحياة الأخروية الحياة الأخروية حلقة فمحتاج للرسول في الحالتين. أولا في حياتك الدنيا حفظ النظام في النوع الإنساني يعني عايزين نحفظ النظام نعمل قانون نعمل تشريع ولو كان هذا التشريع من نوع الانسان نفسه زي القوانين الرومانيه ماذا يحدث؟ ننظر في هذه القوانين مهما وضعها حتى العقلاء ووضعها الانبياء والحكماء ولكن يعتبرها نقص انها تصلح لزمن ومده معينه ولا تصلح لزمن اخر وبعدين ممكن يكون وضعوها ناس لهم مصلحة معينة في بقائهم واستمرارهم في هذا النظام. يعني عشان يحفظ النظام في النوع الإنساني لازم يكون بقوة أسمى وأكبر من قوة الإنسان. يعني مثلا عاوزين واحد يكون مفكر تفكيره أعلى وأبعد من تفكير الإنسان الذي دائما أو غالبا ما ينظر إلى إيه؟ إلى يعني لا ينظر في عواقب الأمور ولا ينظر في مستقبله، ينظر إلى المنفعة العاجلة. إذا فلا بد من قوة أسمى من قوة الإنسان ترسل أو تضع له القوانين على أيدي أفراد من البشر معصومين عن الخطأ. يعني عاوزين الناس يضعوا هذه القوانين ما يكونش
سهو ولا غفلة ولا خطأ ولا نقص. من أين نأتي بهؤلاء الناس إلا بالمعصومين المؤيدين بالوحي؟ إذا فبرزت الحاجة الماسة في أنه لا بد أن يكون القائم على حفظ هذا النظام أفراد من البشر مختارين، يعني اصطفاهم الله تعالى وأيدهم بالوحي، هذا لحفظ النظام الدنيا. فلا يمكن حفظ النظام في الدنيا إلا بواسطة الوحي، لأنه أي شيء غير وحي يجي واحد يقول ما أنتم مثلا بأعقل ولا بأذكى ولا بأكمل عقولا منا، فأضعوا لأنفسهم، فكل بلد وكل دولة وكل جماعة يعملوا قانون، هذا هو الموجود في العالم، قانون أوروبا، قانون في أمريكا، في الصين، في الهند، منظمة عالمية، ما حدش معترف بالثاني إلا تحت تأثير القوة. إنما لما يكونوا أفراد معصومين مؤيدين بالوحي لا يجادلون أحدا ولا يخطئون وموحى إليهم، فيخضع لهم الكل الجميع في المشارق والمغارب. هذا بالنسبة لشؤون الحياة الدنيوية، والحياة فيها تشريع، فيها عبادات، فيها معاملات. من اللي يضع القوانين التي لا يمكن الاعتراض عليها من البشر؟ لا بد أن يكون واضعها غير البشر، ما ينفعش يضعها البشر. وهذه القوانين يوحي الله تعالى بها بواسطة ملائكته لأفراد مختارين ثبتت لهم صفات الكمال البشري، هم مين؟ الأنبياء والرسل. وده الوجه الأول. الوجه الثاني في بقاء النفس في الحياة الأخروية. فتني مثلا لما أنت يبعث لك رسول في حياتك الدنيا ويقول لك التشريع كذا، الحلال الحرام، النظام، القصاص، العدل، المساواة، الحرب، الجهاد، يضع لك هذا، وهو رسول مؤيد من عند الله، فأنت منتظر إذا كنت ستلتزم عاوز المقابل الجزاء، وإذا كنت لا تلتزم منتظر التخويف والعقاب. يعني معناها يقول لك لا تفرح ولا تطمئن إن خالفت أو عصيت أو يعني تمرت، فإن هناك حياة باقية غير الحياة دي. فأنت تريد أن تقول له أو أن تعلم كيف تكون الحياة في الآخرة، كيف يكون مآلها، لن تستطيع أن تعرف ذلك بعقلك، فلا بد أن يخبرك به الرسول الذي أرسله الله تعالى إليك. فالرسل إذن بعد ما يعلمون بما يجب علينا من عبادات ومعاملات وأخلاق إلى آخره، يعلمون أيضا بما سيكون لنا في الآخرة، بما ستتحقق به السعادة الأخروية. ولذلك لم تقتصر البشارة والنذارة على الحياة الدنيا، وإنما تمتد إلى الآخرة. رسلا مبشرين ومنذرين، يعني يبشرك في العاجلة، في العاجلة وفي الايه؟ وفي الآخرة. يبقى إذن لا بد من قيام العالمين أو الحياتين على هذه القاعدة اللي هي إرسال الرسل. والحاجة شديدة جدا لما تأتي أو تجد رسول من الرسل تريد أن تعرف منه كل شيء يتعلق بمصيرك، يتعلق بشؤونك الآن وبشؤونك بعد حياتك في الآخرة. تريد أن تعرف منه نعيم الجنة، تريد أن تعرف منه ما في النار، ما في الآخرة، ما أعد الله تعالى. إذن هذا هو الحصر حاجة البشرية في إرسال الرسل في الأمرين دول الملخصين، كل واحد منهم تندرج تحت مجلدات واسعة وآفاق وكتب ومعاني كثيرة جدا. ويجب الإيمان تفصيلا بجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ورضوان ومالك ورقيب وعديد ومن الله وجودنا ملك الموت على الأرض.
يجب اعتقاد من الاسم لا على وجه القطع، انما اذا سمي به فهذا الذي ورد ما سمينا من انفسنا. وعزم عجيب يبلغ اللغه هي ليست عربيه، لغه عبريه او سوريانيه، معناها ايه؟ عبد الله عزرا، حتى في سفر اسمه سفر ايه؟ عزرا. قيل يعني قيل الله، يعني زي حبيب الله او ملك الله او رسول الله او عبد الله خليل الله، حاجه مضافه الى ايه؟ الى الله، او ملك من عند الله. ملك الموت ده وصف مش اسم، زي ما انت شايف الازهر مثلا، انما مش هيك اسم، اسم فيه ضرب غير معلوم. لا احنا بنؤمن بيه فهو اسم لحد ما يتبين لنا اسم الله، والعالم العالم كله مسميه اسم الله وعلى لسان الاولياء والصالحين. وفيش دليل عشان نقول في دليل على انه مسموم، دليل معناه انه مفيش دليل اسمه كده. وكلهم وكلهم مين؟ جبريل، ميكائيل، اسرافيل، عزرائيل، كان مين كان؟ ميكائيل ميكائيل. ومنكر ونكير وخزنت النار وحملت العرش، ويجب الإيمان بباقيهم إجمالا، وسيأتي ذلك. قوم فدع هوى قوم بهم قد لعب، أيترك هوى قوم قد لعب الهوى بهم؟ فمن ذلك السمنية. السمنية معاومية قلنا إبراهيم نسبة إلى إبراهيم، ده اسم صنم ده في بلاد الهند. زعموا هم الفراهمة إرسال الرسل عبث، السمنية قالوا إيه؟ قالوا مستحيل، كلهم قالوا إرسالهم عبث. ليه؟ قالوا لأن العقل يغني عنه، لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله، وإن لم يأتي به وكان مخالفا صريحا تركه. هذا هو مذهبه، يعني انه كلامه مبني على كلام مين؟ على كلام القاعده اللي عند المعتزله. فقد احالوا ارسال الرسل وقالوا ان الله ليس بمحتاج، ولو ارسل رسلا لكان محتاجا اليهم وهو محال، فارسال الرسل محال، لأن معرفة الله تكون بالعقل، وإرسال الرسل عبث تنزه الله عنه. ومن ذلك الفلاسفة، فقد قالوا إن الرسل موجودون بالعلة والطبيعة، وهذان الفريقان كافران. بس قلنا كلام الفلاسفة في معنى النبي ومعنى الرسول غير ما عند أهل السنة، التعريف ده ومن ذلك المعتزلة، فقد قالوا إن من كمالات الله ومصالح عباده. هذان الفريقان هم الفلاسفة والجماعة الثمانية والمعتزلة والسلفية. فقد قالوا إن من كمالات الله ومصالح عباده إرسال الرسل، فهو واجب عليه لوجود الصلاح والأصلح عليه. وهذه الفرقة الفاسقة. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فدع هوى قوم قد لعب، لان وجب ولعب الف اللي فيها ايه؟ الف الاطلاق. فالهوى هنا المقصود الهوى بالقصد، ميل النفس الى ما تحبه وتشتهيه. يعني الهوى كده غير الهوى، الهوى القصر غير الهوى بالمد، الهوى بالمد اللي هو ايه؟ الهوى بالمد اللي هو ما بين السماء والارض، هو ده اسمه ايه؟
فهم. اما بالقصر فهو ميل النفس الى ما تحبه وتشتهيه. طب جمعه ايه؟ اهواء. جمعه اهواء. لذلك قال تعالى واتبعوا اهواء. اهواء هم جمع جمع هوى. عند الاطلاق ينصرف الى الميل الى خلاف الحق. اول ما تسمع كده الرجل يتبع هواه، عندما تطلق هذه الكلمه فتنصرف الى الميل الى غير الحق بس غالبا. وقد يرد بمعنى مطلق المحبه والميل اللي هو الهوى، فيستعمل في الحق. ومنه حديث السيده عائشه رضي الله عنها عندما قالت ما ارى ربك الا يسارع في هواك. فهنا الميل الى ايه؟ الى الحق. لكنها عند الاطلاق يكون الى ايه؟ الى الباطل. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى بالقصر معناه ميل النفس الى محبها خيرا كان او شرا. حتى في حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه. فالهوى هنا مش معناه يكون البخل، ممكن في الغالب يستعمل الكلام يتبع هواه بمعناها هي يتبع البخل، لكن هنا حتى يكون هواه تبعا يبقى معناه هنا يستعمل في الحق ولا في الباطل؟ يستعمل في الحق. وكذلك ما قالته امنا عائشه رضي الله عنها ما ارى ربك الا يسارع في هواك. حين ايه؟ الميل الى الحق. انما عند الاطلاق يستعمل اليه في الميل الى الحق، كما قال تعالى واتبعوا او كذبوا واتبعوا اهواءهم. بس الهوى هنا ايه؟ بالقصر. اما بالمد فهو ايه؟ ما بين السماء والارض. الهواء الهواء غير الهواء. واما بالمد فهو ما بين السماء والارض، والمراد هنا الاول. قال الناظم وواجب في حقهم الامانه. ربنا آمنا بما أنزلت.
وأجعل الدار إلى باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد كلمة المسلمين واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين. اللهم اهدنا بحب